ناشد محافظ الغربية طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وبعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارات واللوحات الإعلانية، كما أهاب بالسائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية. وأكد رحمي أن المحافظة بكافة أجهزتها رفعت حالة الطوارئ القصوى في مختلف القطاعات للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، حيث تقرر إلغاء الإجازات في الوحدات المحلية والمدن والأحياء، وتم الدفع بكافة سيارات شفط المياه.